موجودين كثر وانما كان يتحدث عنه مصطفى سليمان. فاحنا برضه ناس لهذه الدرجه الرفيعه مش معقوله يعني كلنا ضد بعض، وانما وبعدين عايزين نرخي ونخفض لبعضنا البعض بواقف جناحك للمؤمنين. عايزين في هذا الامر انا يعني انهيت في هذا الامر ان احنا مش عايزين نوجه اتهامات لبعضنا، يعني ده ما يقولش ده رصيده وده اخواني وده مش عارف مين وده احزاب، يعني هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم وشكرا لكم. معانا الاستاذ عندنا في حاجه مهمه، كان الاستاذ طارق ابراهيم في دار القضاء العالي يطلع على فيهمنا نعرف ايه اللي وصلوا ليه هناك. في جزء الاستاذ كده واستاذ الله الرحمن الرحيم. اولا اتفقنا مع الاستاذ خالد البحيري، هو دلوقتي خد 2 فلاشه ينسخ لنا القضيتين على كل قضيه فلاشه، وهتبقى موجوده على سيديهات. السيديهات هتاخد كل قضيه هتاخد من 4 لـ5 سيديهات، قضايا كبيره. فاحنا هننسخها في سيدي واحد وعلى فلاشتين. الزملاء اللي محتاج هيجيب زي دول 10 سيديهات، وهو قاعد هننسخ له وهياخد النسخه بتاعته. ودي مجانا عشان هناك 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 لو دخلنا احنا راجل شؤون سياسيه متبرعين نطبع ماشي تعمل ايه؟ معلش مفيش حاجه اسمها شؤون سياسيه، في حاجه اسمها ضغط المحامين. ضغط المحامين لكن مفيش اساءه من جانب التعليم الحق البلدي، يعني كل الاعلام اللي بيشوه بيحاول يشوه صوره اللي كانوا حاضرين في عالم التعليم الحق البلدي مش صح. الجلسة الإجرائية والجلسة الإجرائية فيها وقت واحد. ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا بندور النهارده هنوصل لإيه؟ إيه اللي احنا ممكن نعمله عشان نحسن موقفنا ونحرس المركز المدني بالحق. أول حاجة القضية مش مع حد. ده عشان نبتدي ونتفق مع بعض في البداية. القضية أولاً لازم تكون موجودة، بس أسعد بيقول إن في بعض الزملاء بيجيبوها. تجاب الملف، تجاب الملف، تجاب السيديهات وتتطلع منها 20 أو 30 حسب العدد اللي هيعوز. يا جماعه اللي بتتكلموا نحترم بعض، يعني واحد يتكلم وخلاص. فنبتدي الاول الملف يتجاب زي ما قال الاستاذ ناصر. الملف لو مش موجود كل الكلام ده هراء وكل الكلام ده بكت في بكت وهي اعلى وهتنفض وهتنفض. الاول الملف يكون موجود. ثانيا اقتراح ال 10 زملاء او ال 20 زميل اللي هيبقوا يتصدروا المشهد في البدايه علشان مش اي ملف وده ينط على الميكروفون يجيبه ويبقى الكلام اتفتح له هو ويعمل شو اعلامي بيه. لا احنا عادي يا استاذ بعد اذنك. معلش زميل عايز ياخد المكان يا باشا. تاني اتفضل يا باشا.